مساء الخير. عاد الإرهاب مجددا إلى شبوة ليستهدف قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة دون غيرها. خلال السنوات الماضية أثناء سيطرة الأخوان غاب الإرهاب، وحين غابوا عن قيادة المحافظة عاد مجددا. ماذا يعني ذلك برأيكم؟ الإرهاب في شبوة يحرك بحسب الطلب، مثلما يحرك الإرهاب في عدن وفي أماكن أخرى. عاد الإرهاب لشبوة الآن بعد أن انتشرت قوات جنوبية في حقول النفط بالمحافظة للمرة الأولى منذ حرب صيف 1994، وهو ما يعني ببساطة تمكن أبناء شبوة أخيرا من إدارة ثرواتهم بعد أن ظل نفط شبوة مستباحا خلال أكثر من 3 عقود. شبوة نهب من متنفذين محليين وشركات عالمية دون أن يستفيد المواطن الشبواني من خيرات محافظته. هل زار أحدكم شبوة؟ من لم يزورها سيعتقد أن هذه المحافظة المنتجة للنفط أقرب لدول الخليج العربي. الأمر ليس كذلك تماما، فشبوة محافظة مهملة إلى حد كبير، ويمكن ملاحظة مظاهر الفقر فيها بكل سهولة. حرمان من أبسط الخدمات، انتشار ظاهرة الثأر، وهجرة واغتراب، وأمور مؤسفة كثيرة أخرى. هذا هو حال شبوة المحافظة الغنية بالنفط والمطلة على بحر العرب. يريدون لها الفوضى حتى ينهبوا، يستمروا بنهب ثرواتها. المؤسف أن ذلك يحدث بمساعدة بعض مشايخها وبعض أبنائها الذين فضلوا أن يكونوا أدوات مع الناهبين والطامعين بثروات المحافظة. هل تتذكرون قوات النخبة الشبوانية المكونة من أبناء المحافظة وكيف كانت نموذج لفرض الأمن والاستقرار لفترة غير قصيرة؟ من الذي حاربها؟ ومن لحق عناصرها في الوديان والسهول؟ ومن اعتقلهم بل وقتل عددا منهم؟ لابد أنكم تعرفون الجواب. حاربوا قوات النخبة لأنها قوات شبوانية خالصة، هدفها إلى جانب حفظ الأمن والاستقرار الحفاظ على ثروات المحافظة. لكن ذلك شكل ببساطة تهديدا كبيرا لمن يريد الاستمرار بنهب نفط شبوة. هل سمعتم ولو عن مشروع واحد تنموي كبير في شبوة خلال العقود الماضية أو حتى السنوات القليلة الماضية؟ المؤكد أنكم سمعتم عن الكثير من الدعايات الإعلامية التي صورت بأن شبوة مقبلة على نهضة تنموية غير مسبوقة. أين معالم تلك النهضة التنموية؟ تحدثوا عن مشاريع عملاقة، عن تنمية وعن ازدهار، لكن الأيام أثبتت أن كل ذلك كان مجرد دعاية إعلامية ممولة تهدف للسيطرة على مقدرات المحافظة فقط. نقطة أخيرة، من يعتقد أنه يستطيع الاستمرار بنهب ثروات أي محافظة لا ينتمي لها في مقابل استمرار أبناء تلك المحافظة بحال الفقر والعوز والاغتراب فهو واهم. الزمن يتغير وقد يغيب الحق لبعض الوقت، لكن لا يغيب إلى الأبد. حان الوقت لوقف النهب والفساد وإلى الأبد. لماذا عاد الإرهاب إلى شبوة باعتقادكم الآن؟ شارك